تقييم الحفل الكريم الإخوة المتابعون في كل مكان. نتايماكم انطلاقة أخرى وشوط آخر، والشوط الثالث عشر الذي تمت انطلاقته في هذه اللحظات، ومتابعة شيقة نتمناها لكم ضمن هذا الختامي الكبير، ضمن هذه الشعارات التي استمتع بها الجماهير، ضمن هذا مشاهدي الأعزاء الموسم الكبير الذي يحتضنه ميدان المرموم مشاهدينا والميدان الزكي. الزمول المهجنات الأصايل لأصحاب الزمول. وشوط الحول مشاهدي الأعزاء الثالث عشر الذي انطلق على بركة الله وتوفيقه. نتاي معكم المقدمة ونتاي معكم هذه الزلل التي مشاهدينا انطلقت الواعية بإذن الرياسة يقدمها لنا علي بن يميل الوهيبي الظافر الذي يقدم كل جديد. الشاهنية وصلت من هجنة العاصفة مع قياث الهلالي تنطلق مشاهدينا ايضا بهذا الانطلاق المشرف. ناخذ المركز الثالث، والمركز الثالث مشاهدينا من خلال وصول وقدوم هناك ثمينة التي وصلت لهجن السلم، هجن سيح السلم التي أيضا يتابعها في عملية التضمير وعملية الأداء الجميل الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. بينما من الجانب الآخر الشاهينية التي واصل أيضا في هذه اللحظات من هجن العاصفة، ويتقدم قياث الهلالي. القدوم الاخر والوصول مشاهدينا من خلال هنا ود لهجنة الشحانية، ولكن شوف الانطلاق، شوف اللي غيرت من الجانب الاخر وبدأت بانطلاق وبدأت بمغادرة زعفرانة مشاهدي الاعزاء لهجن سيح السلم يقدمها لنا احد الاخوة الذين يقدموا كل جديد ابو احمد سعيد بن سالم الجنيبي. وصلت الشحانية مع ود مشاهدينا واصل بهذا الانطلاق، واصل مع هناك جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري البرنس يقدم مشاهدينا هنا ود. بينما هنا المركز السابع الشاهينية من هجنة العاصفة غياث الهلالي، وصول قدوم من ايضا هناك شعار الشحانية تدفع بزلول اخرى مشاهدينا من خلال هذا الشوط، واللي وصلت ايضا هي كذلك نتابعها. ما شاء الله الوصول من قبل التي وصلت، كما نتابع ايضا مشاهدينا القدوم لهجنة الشحانية ويقدمها لنا مشاهدينا هنا ايضا الوصول. جار الله بن عقيل ايضا يقدم لنا هنا اود ومشاهدينا مع هذا الانطلاق الجميل. بينما هناك المركز التاسع التي وصلت واحتلت خوف، وخوف مشاهدي الاعزاء لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد عامر بن محمد بن عبيد المزروعي. المركز العاشر شعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف، سمو الشيخ محمد ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان. هذا الشعار العناوي الكبير الذي تقدم في هذه اللحظات مع انا مفنود ومشاهدينا المضمر المعروف ايضا الزعيم محفوظ بن خميس الجنيبي. عودة للصدارة، عودة للمقدمة الواعي حتى هذه اللحظات بالشعار الواعي، شعار الرياسة يتقدم بهذا التقدم الجميل مع الظافر مع ابو سعيد مع الاداء الجميل مع هنا ايضا مشاهدي الاعزاء هذا الشاب المضمر الخلوق ابو سعيد يقدم كل جديد لجماهير عشاق الحمر. النقلة الثانية وصلت الشاهينية من مؤسسة هجنة العاصفة مع قياس الهلالي تتقدم بهذا ايضا الشعار الجماهير الكبير مشاهدينا في كل مكان. هنا وصول، هنا ايضا قدوم، والوصول واللي وصلت الان شوفوا ايضا اللي بدأت تتقدم هنا ايضا زعفرانة ايضا تابعة لايضا مؤسستنا مشاهدي الاعزاء سيح السلم يقدمها ابو احمد الجنيبي مشاهدي الاعزاء. الله شوفوا الاداء، الشاهينية وصلت ود
من الجانب الآخر عندنا الشحانية قادمة. مشاهدي الأعزاء ما هذا الأداء الجميل، ولكن هذه النصيبة اللي غيرت مشاهدينا لهدنا الشحانية يقدمها لنا محمد بن خالد العطية. هذا الحوت ما شاء الله يقدم هنا أيضا أبو خالد مع هذه المؤسسة الجميلة مشاهدينا، بينما الوصول مع الشاهينية اللي غيرت أيضا وتبال أيضا مراقبة ومتابعة وصلت للمركز الثاني والثالث مشاهدينا من هدنة العاصفة، غيرت مع قياس الهلالي وصلت مشاهدينا أيضا، وصلت في هذه اللحظات والقدوم والتقدم مشاهدينا من قبل التي وصلت زعفرانة مشاهدي الأعزاء هجن سيح السلم اللي واصل في هذه اللحظات مع الأداء الجميل مع أبو أحمد مع سعيد بن سالم الجنيبي يتقدم. شوفوا التقدم بالمركز الرابع انفردا هنا مشاهدينا أيضا بهذا الإفراد الجميل. نأخذ الخامسة هنا الشاهينية من هجن العاصفة اللي قادمة مشاهدينا مع قياس الهلالي. الشحانية تدفع بود مشاهدي الأعزاء بورقة أخرى مع البرنس مع جار الله بن عقيل. ومشاهدينا هنا أيضا وصول هنا تقدم آخر مشاهدينا مع انطلاق الثمينة وصلت مشاهدينا بهذا التقدم هنا مشاهدينا لتابعة لهجن سيح السلم يقدمها لنا الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. بينما هناك أيضا وصول من المركز السابع والثامن وصلت السابعة، هناك أيضا هجن التراث الثامنة اللي وصلت اللي تابعة لهجن سمو الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد آل الهيان يقدمها لنا أيضا أبو عقر. يا سلام يا عامر بن محمد بن عبيد أبو عقر المزروعي يقدم لنا أداء جميل مشاهدينا ووصول وقدوم. أيضا من هناك وصلت أشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان يتقدم. محفوظ من خميس الجنيبي مع تقدم مفنودة. يا سلام الكل واصل عودتنا. شوف الصدارة وشوف المقدمة. الله المقدمة التي فيها الحمر المسيطر كل السيطرة على زمام الأمور. مقدمة الشوط مع أبو الجمايل والرياسة وأبو سعيد. يا سلام هو أيضا يقدم لنا كل جديد. متابع معكم مع الظافر المقدمة والصدارة من تتقدم بهذا التقدم الجميل مشاهدينا في كل الواعية. الواعية هواية بالفعل من انطلاقة واعية، ولكن وصول ود وصلت ود وصل أو النصيبة أو نبضة مشاهدي الأعزاء، نبضة اللي غيرت لهجنة الشحانية قادمة نبضة. يا سلام وانطلقت إلى المركز الثاني مع الحوت مع أيضا أبو خالد محمد بن خالد العطية قادم مع الشحانية في المركز الثاني. المركز الثالث وصلت زعفرانة وصلت لهجن سيح السلم يقدمها لنا أبو أحمد سعيد بن سالم الجنيبي. شوفوا الثلاثة وشوفوا أيضا عاصفة قادمة في الرابع مع الشاهينية مع غياث الهلالي اتحركا، ولكن الصدارة. الله المعركة هناك الصدارة الواعية حتى هذه اللحظات هي واعية بالفعل مع الشعار الأحمر مع الخطر مع شعار الجماهير. مؤسس هجن الرياسة والظافر بن يميل علي يقدم لنا الواعية. وصلت نبضة لهجن الشحانية بدأت تقترب. هذه هي أيضا اللي قادمة بقوة مع محمد بن خالد العطية يقود نبضة في المركز الثاني. وبدأ بإفراد بدأ بإبتعاد عن بقية المراكز. الله على هذا الأداء الجميل اللي نتابعه بالعين المجردة، ونتابع هناك المؤسسة هجن الرياسة التي تقود الشوط مع الواعية من البداية وحتى هذه اللحظات وكالعادة. الله يا أبو الجمايل وصلت نبضة مع الشحانية ومحمد بن خالد العطية. بدأت تقترب المؤسسات الكبيرة ما شاء الله. وشوفوا
العاصفة قادمة. شوف أعطنا الثالثة يا مخرجنا دايركتر جيب مي كامل نمبر 3 بليز. شوف الاندفاع، شوف الخدوم مع العاصفة. العاصفة قادمة بقوة، قادمة للمعمعة، قادمة لانطلاقة الشوط، قادمة بانقطاد مع العاصفة وغياث الهلالي. اندفاع قوية يا سلام، والمركز الأول راح العطية، راحت الرياسة في الصدارة. شوفوا نبضة، وشوفوا الواية، وشوفوا الشحة. هناك أيضا الشاهينية للعاصفة قادمة، ولكن المعركة هنا مع المركز الأول. غيرت نبضة، غيرت لجنة الشحانية، بدأت تنطلق مع العطية. يا سلام، هنا بالمركز الأول والصدارة. المركز الثاني الواعية هجن الرئاسة مع أبو الجمايل. شوفوا الأداء، شوفوا هناك المركز الثالث اللي قادمة الشاهينية مع العاصفة. ولكن الشوط بدأ ينحصر، بدأت تقترب البودرة والمنصة من هذه الزلايل بوصول ود لهجن الشحانية. ود لهجن الشحانية تخطف المركز الأول. ثانينا ونبضة هذه نبضة مع العطية مع الحوت. الشاهينية وصلت، الشاهينية والواعية اللحظات الأخيرة. الشوط وين؟ الشحانية نبضة والشحانية وصلت. ولكن سلام للشحانية، سلام وسلام لنبضة، سلام وسلام للدوحة، سلام وشكرا العطية على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني وصلت الشاهينية من هجن العاصفة، والمركز الثالث الواعية من هجن الرئاسة. المركز الرابع هنا ايضا هملون بهجنة الرئاسة، والمركز الخامس كانت هنا ايضا الهجنة الشحانية. مشاهدينا في كل مكان كان الاداء جميل، وكان الشوط ايضا اداه ممتاز. عودتنا الى الحركة البطيئة وساعات وصول نبضة من هجنة الشحانية مع محمد بن خالد العطية، والتوقيت الواضح على الشاشة هنا كما نتابع 12:21 وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا لهجنة الشحانية، وشكرا للحوت العطية ابو خالد له التحية. المركز الثاني كانت الشاهينية أيضا وصلت 12:22 وفأنوا تماما، وشكرا غياث الهلالي مع العاصفة. بينما المركز الثالث كانت الواعية، هي الواعية وصلت في 12 دقيقة مشاهدينا و25 وجزءا واحد من الثانية للرياسة مع الظافر. هكذا كان الشوط مشاهدينا.